مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الذكرى ال 12 لثوره 25 يناير وال 71 لعيد الشرطه، اهلا بكم في جوله جديده من برنامجكم برنامج اليوم، جوله في اهم واخر الاخبار والاحداث المحليه والعالميه. هنبدا اخبارنا النهارده من زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهوريه الهند للمشاركه كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهوريه. وكان في استقباله رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي. الرئيس السيسي وجه كلمة أمام الصحفيين بالقصر الرئاسي الهندي وقال فيها: اسمحوا لي أن أتوجه لدولة الهند الصديقة حكومة وشعبا بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية. كمان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتي للمشاركة كضيف شرف في الاحتفال بيوم الجمهورية. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات استنادا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة اللي بتتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقتيهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين. خلونا نروح نستمع مع حضراتكم لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الحكيم. عزيزي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والهندي، إنه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي، لأكون بينكم غدا مشاركا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم. وأتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها. السيدات والسادة، لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحية أخرى، اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. ولقد أكدت كذلك للسيد رئيس الوزراء ضرورة تكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة في كل من البلدين، خاصة على صعيد تطوير الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم. كما لا يخفى عليكم أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط
والصلات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود. السادات والسادة، لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. كما دار نقاش معمق ومثمر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتتطابقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في ذلك المجال الحيوي، فلا تنمية بدون استقرار أمني. كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ من نتائج مهمة، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية، لا سيما في الدول النامية التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية. وقد قدمت بالشكر لدولة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة 20 تحت الرئاسة الهندية لعام 2023، وأكدت له أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب، وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية. فتلك قضايا نضعها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية. ولقد شهدت مباحثتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للالتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي، واتفقنا خلال الحوار الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على دورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين. الحضور الكريم، لازلت أذكر أول لقاء جمعني بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2015، فقد خرجت من ذلك اللقاء باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة في التحديث والنمو، كما تولد عندي من اللقاء الأول تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدينا، هو التفاؤل الذي يتأكد لدي مع كل خطوة نمضيها معا على تطوير العلاقات المصرية الهندية. ختاما، لا يسعني إلا أن أعبر لكم عن تطلعي لاستقبال دولة السيد رئيس الوزراء مودي في زيارة قادمة له إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال محادثاتنا البناءة والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا. شكرا لكم فخامة رئيس الوزراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة علاقات متميزة ما بين مصر والهند على مدار 75 عام، يعني تميزت بالثبات، بالاستقرار السياسي، وربما يعني حتى اقتصاديا كمان، يعني هناك زيادة
في حجم التبادل التجاري. بكل تأكيد يعني الميزان التجاري هو لصالح الهند، لكن مصر بتحاول خلال الفترة القليلة الماضية في زيادة التبادل التجاري ويعني موازنة في هذا الحجم، يعني في ميزان التجاري ما بين مصر والهند. الحقيقة علاقات متميزة بدأت من سعد زغلول، من أيام ما كان يعني مصر يعني بتناضل من أجل حصولها على حريتها، في نفس الوقت كانت الهند أيضا بتناضل من أجل الحصول على حريتها من الاحتلال البريطاني عهد جمال عبد الناصر أيضا، وحركة عدم الانحياز أيام الرئيس أيضا الراحل أنور السادات كان هناك أيضا وقوف قوي من الهند رفضا للعدوان الثلاثي على مصر. ويعني الحقيقة علاقات على مدار 75 عام علاقات سياسية متميزة. محتاجين نقف النهاردة على هذا المشهد. الحقيقة بدأ أيضا هذه العلاقات ممكن نقول أنها بدأت تتطور بشكل أكبر سياسيا واقتصاديا وثقافيا من 2015. هنقف مع بعض على أهم هذه المحطات وأبرزها ونستشرف منها المستقبل مع معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذة دينا. محتاجة من حضرتك توصيف للعلاقات المصرية الهندية، أبرز المحطات من 2015 وحتى الآن. طبعا أستاذة دينا، الزيارة هامة وبالفعل تاريخية، لأن الهند اختارت أن تكرم العلاقات مع مصر في صورة تكريم السيد الرئيس بدعوته كضيف شرف احتفال للهند بيوم غالي في تاريخها، وهو يوم الجمهورية الذي تم التوافق فيه على إطلاق دستور الهند عام 1950. صحيح. ليكون دستورا قائما على الديمقراطية وإعمال مبادئ العدالة. وأنا أعتقد أن اختيار السيد الرئيس جاء تقديرا لدور مصر الإقليمي وحرصها على الحفاظ على الأمن والسلم في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية، وهي منطقة الشرق الأوسط وقربها من منطقة الخليج وخطوط الملاحة التجارية والبحر الأحمر وقناة السويس، إضافة لعلاقات تاريخية ممتدة. وكما ذكرت سيادتك في التقرير، يعني بعد ثورة مصر الوطنية السلمية عام 1919 بقيادة سعد زغلول باشا، استلهم مهاتما غاندي هذه الرؤية السلمية في حركة النضال الوطني الهندي حتى الاستقلال، اعتمادا على مبدأ السلمية الذي قهر الاحتلال البريطاني. ومن هذه النقطة كانت العلاقة بين جواهر لال نيرو وجمال عبد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في حركة عدم الانحياز اللي احنا في أشد الحاجة في عالمنا المضطرب والاستقطابات الدولية الراهنة لاستلهام مبادئ عدم الانحياز. فدور مصر والهند هو دور ممتد عبر التاريخ أيضا، يعني منذ الحقبة الفرعونية حتى اليوم هناك صلات بين مصر والهند قائمة، كذلك بين الشعبين والثقافة. أما عن المناخ الحالي المضطرب على الساحة الدولية، فالدولتين بحكمة وعمق ودور وحركة مصر والهند مؤهلا للعب دور أولا في الاستقرار الإقليمي، في دعم العلاقات الثنائية بين عاصمتين القاهرة ونيودلهي، هم الأهم في محيطهم الإقليمي والأكثر تأثيرا، ويعملان دوما وفقا لقواعد القانون الدولي ويحترمان ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حركة عدم الانحياز. كذلك الهند حققت كما ذكر التقرير طفرة اقتصادية كبرى تؤهلها الآن لتتفوق على الاقتصاد البريطاني وتتجاوز المملكة المتحدة في ترتيب الاقتصاديات العالمية لتصبح الاقتصاد الثالث عالميا في 2030، متجاوزة اليابان وألمانيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الاقتصاد الهام والواعد المالك لكل التكنولوجيات التي تحتاجها مصر، أذكر عندما كنت سفيرا في الهند وقعنا على اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء. الهند دولة تملك تكنولوجيا المعلومات بكل تفاصيلها، تملك تكنولوجيا نووية، تملك تكنولوجيا الفضاء، تملك الكثير لتضيفه في الهندسة الوراثية. يمكن لمصر أن تستفيد من كل هذه التكنولوجيات التي تتاحها الهند، ولدينا حجم استثمارات هندي ضخم في مصر الآن بنحو 3 مليار دولار. كذلك حجم التبادل التجاري اللي حضرتك أشرت إليه هو متوازن بشكل كبير، 3.7 لصالح الهند
و3.3 من عشرة لصالح مصر، وطبعا هذا الحجم 7 مليار دولار للتبادل التجاري مؤهل لانطلاقة، لأن كما تعلمين السيد الرئيس في كل زياراته الخارجية يحرص على تقديم مصر كفرصة استثمارية واعدة، وهو اليوم يلتقي بوفد من كبار الشركات ورجال الأعمال الهنود الذين باتوا أحد أركان عملية الاستثمار وجذبها. وأنا أظن أن مصر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة أيضا أصبحت منطقة جذب للاستثمارات الدولية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأذكر في شرم الشيخ كان هناك حديثا بهذا الشأن، وتقدمت العديد من الشركات الهندية في هذا المجال لتضاف لرصيد العمل الاستثماري المشترك، أملا في الوصول لمدينة هندية صناعية في شمال غرب خليج السويس، كما هي مدينة جمهورية الصين التي تحقق العديد من المكاسب. وأنا أظن أن الشركات الهندية واعية تماما لأهمية هذا على النواحي الاقتصادية والتنموية. أما النواحي الدفاعية والأمنية والعسكرية، زارت مصر العديد من الفرقاطات، أيضا اليوم هيشارك في 26 يناير في الاستعراض العسكري الذي يصاحب احتفالات الهند. كتيبة من القوات المسلحة تؤكد عمق العلاقات ومتانتها، وتذكرين أن مصر والهند في مرحلة الستينات كانوا يصنعان معا طائرة الجمهورية، وهي إحدى الطائرات المشتركة التي ساهمت مصر في إعداد المحرك والهند في جسم الطائرة، بمعنى أن الصناعات الحربية المصرية والهندية يمكن أن يتكاملا كما أكد السيد الرئيس للحفاظ على السلامة الإقليمية والعمل على مقاومة أيضا الاستقطابات الراهنة من القوى الكبرى. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على يعني إجمالي كده حجم العلاقات المصرية الهندية، سواء كانت سياسيا اقتصاديا ثقافيا. الحقيقة عبرت عليها ومررت عليها مرورا سهلا للغاية، بسطت لنا الأمور ووضحت لنا الكثير أيضا من نقاط قوة البلدين وثقلهم السياسي إقليميا ودوليا. خلونا نروح نتعرف بقى مع بعض خلال تقرير أعدناه لحضراتكم على أهم وأبرز المحطات التاريخية في العلاقات المصرية الهندية على مدار 75 عام. على مدار عقود تميزت العلاقات المصرية الهندية بتاريخ عريق يعكس حجم التفاهم والتعاون بين الدولتين الكبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلا إقليميا خاصا في منطقتها. وقد ترسخت هذه العلاقات بفعل الاتفاق في التطلعات والتحديات التي واجهها البلدان. ومؤخرا شهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا في كافة المجالات والأصعدة، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة التي تعتمد بالأساس على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة مع القوى الكبرى بما في ذلك القارات الأسيوية. فعلى الصعيد السياسي تعكس الزيارات المتبادلة بين الجانبين حجم الاحترام والثقة المتبادلة، وهو ما يظهر جليا في دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية. واقتصاديا تعد الهند هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في ظل حرص القيادة المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الهند باعتبارها واحدة من الاقتصاديات القوية في السوق العالمية. لتظل العلاقات المصرية الهندية شجرة مثمرة جذورها راسخة تروى بالاحترام المتبادل والحرص على التواصل والتشاور والتعاون وتبادل المنفعة.
الحقيقة كمان النهاردة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبريات الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، وكان بمشاركة السيد بيوش جويال رئيس وزير الخارجية والصناعة بجمهورية الهند، ده إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الهنود وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند. وكان أيضا بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال عن هذه المشاركة أن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء أعضاء مجتمع رجال الأعمال والتجارة في الهند، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين البلدين، مؤكدا سيادته حرص مصر على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. مش بس كده، أشاد أيضا الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة اللي فاتت. وضح كمان سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس واللي بيتضمن عدد من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الهندية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم. احنا في بداية حلقتنا النهاردة كنا بنقول لحضراتكم طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني الحقيقة الكثير من التهنئات يعني، وعلى رأسها طبعا تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قالت فيها يعني نحتفل اليوم بالذكرى 71 لعيد الشرطة الذي نستلهم من ذكراه أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة، حيث قدم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت إنني أحيي رجال الشرطة وأمهات الشهداء وكل من قدم الغالي والنفيس ليحيى الوطن في سلام وأمان. كمان زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن. كمان أضافت السيدة انتصار السيسي تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا. ده يعني هنروح لفاصل بقى سريع علشان لسه عندنا أخبار كتير في اليوم نناقشها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم. والنهارده افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب. تفقد المعرض مع طبعا وزيرة الثقافة وعدد من المسؤولين. الحقيقة زميلنا محمد سعد مراسل دي ام سي اجرى حوار مهم مع الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية. خلونا نروح نتابع هذا الحوار المهم، واشوفكم بكرة ان شاء الله في يوم جديد في برنامجكم اليوم. دايما بنحاول قدر الامكان ان احنا نجمع لحضراتكم ونجمع اهم واخر الاخبار والاحداث المحلية والعالمية ونعرضها على حضراتكم على شاشتكم شاشة دي ام سي. شكرا لكم والى اللقاء.
تحياتي لكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، حيث قام الدكتور مصطفى منبولي رئيس الوزراء بافتتاح المعرض صباح اليوم بحضور عدد من السادة الوزراء، أيضا ضيف الشرف لمعرض الكتاب في دورته 54 المملكة الأردنية الهاشمية. وللحديث أكثر عن جناح المملكة الأردنية الهاشمية الذي نحن بصدده الآن، أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية. نحن نعتز بعمق العلاقات الأردنية المصرية، مشروعنا الثقافي المشترك سيبقى مستمر إن شاء الله، اتفاقية التبادل الثقافي. سعدنا بوجودنا ضيف شرف برعاية فخامة الرئيس المصري، وجود دولة رئيس الوزراء اليوم وهذا العدد من مجلس الوزراء وهذا الجمع الوطني المصري اللي قدم رؤية جميلة، ونحن أيضا من خلال الجناح الأردني كضيف شرف نقدم السردية الوطنية الأردنية، نقدم التنوع الأردني، نقدم الشراكة التي تربط وزارة الثقافة مع كافة مؤسسات الدولة، لأن هذا الجناح لا يمثل وزارة الثقافة، يمثل وزارة الثقافة، وزارة السياحة، كل ما يتصل بالمؤسسات الرسمية، كما يمثل العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص والشراكة التي تربطنا مع مؤسسات المجتمع المدني، ديوان الملكي العامر، مؤسس عبد الحميد شومان. اليوم سيكون عندنا برنامج ثقافي عميق، غدا عندنا لقاء بين مشان نشارك الجمهور في العلاقات الثقافية التي تربط بلدينا بالتعاون مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، لها كل التقدير وكل الشكر. وهذا المعرض فعلا يمثل مصر بشموخها وبأصالتها وبرؤيتها للمستقبل. الله يحييكم. تجولتم اليوم صباح اليوم مع الدكتور مصطفى منبولي رئيس الوزراء المصري داخل أروقة المعرض، كيف رأيتم معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟ بالتأكيد معرض في كل ما يتصل بالقيم المصرية، هذا التنوع، هذا التعدد، هذه الجودة وهذا الامتياز والتحول الإلكتروني الموجود، الرؤية المستقبلية لكل ما يتصل بدور الثقافة بالتنمية المجتمعية، دور الثقافة في التحول الإلكتروني، دور الثقافة في حماية القيم الوطنية. كان هذا لقائنا مع الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، عودة إليكم من جديد مرة أخرى.